عزيزتي المستمعات وعزيزي المستمعين، مرحبا بكم في قناة راديون. قناة الراديون اللي ديما كتقدم لكم برنامج زبيلكم منكم وإليكم. ودائما تحية الجالية المغربية من طنجة القويرة. أضرب وتحية الناس اللي كيبغيونا، حنا كنبغيوكم، والناس اللي ما كيبغيوناش لهنا يجعلكم تبغيونا. كانوا شي ناس ما كيبغيوناش ولا يبغيونا، وشي ناس كانوا كيبغيونا مابقاوش كيبغيونا. طوز ما يا سير فنان الله منك. ودائما الناس اللي بغاو يتصلوا بينا ويشاركوا معنا الزباين ديالهم، عليهم غير يتصلوا على 0620 23 43 0620 23 43. إذن عزيزي المستمعين، حكمة اليوم هي غنقولها لكم بالفرنسية هذه المرة. قالك سيدي واخا تماركي الهاتريك يجي ميسي ويديها ليك. ألقا الله الزبان ديال اليوم اعزائي المستمعين، بحال نعستي قلت اجي نغمض واحد شويه. ياك كنت تحلم براسك سيدي مشيتي تخطب بديك الدريه اللي كتبغيها، فهمتي، وضربتي تماره، مشيتي تسلفتي وتكلفتي وجبتي اللبسه نعامه سيدي وترينيتي باش تقاد الفورمه، ومن داك الشهر وديتي معاك باك نهار الخطبه، ديتي باك حذر، وجيتي تا نهار العرس ولقيتي راسك ماشي تا هو العريس. تما تاكد بلي تا هو مبابي وناعس مورا العصر. ياك كنقول لك ما تنعش مورا العصر. الزبله الاولى اعزائي المستمعين هي اللي دارتك خالتي الفيفا. نتقسيتونا في كاس العالم جوج مرات ضد الفرنسيس وضد الكرواتيين. هاكاك نتو الفار نتوما تحيدوا لي البريز عينوا وما بغاش يشعل لينا الفار. ما عرفناه منين يدي ماري. قسينا ولينا حنا الرابعين. قالك سيدي باش يحزرونا ويبزرونا اعطاونا ننظموا كاس العالم ديال الانديه في المغرب عاوتاني. هادي هي جاو يكحلوا لي عيني فكزوا لي ياك واش باش تعرفوا مع فارس. عطاونا ننظموا كاس العالم عاوتاني في الوقيته ديال الشتاء. الله يستر. ولكن كنتمنى من هاد المنظمين اللي غينظموا هاد كاس العالم يحافظوا على هاد ليماج زوينه اللي جاتنا من كاس العالم ديال المنتخبات، فهمتي، ويستافدوا من كاس العالم ديال الانديه هذيك الفضيحه اللي وقعات، فهمتي، وما يجيبوش لينا هذوك الشيخات، يجيبوا لينا رقيسات هاد المره، يجيبوا لينا شي حاجه فيها ميتياف، فهمتي، وما يجيبوش لنا هذوك الكراطات اللي كانوا داروا ديك المره، يجيبوا كراطات كبار. لا راه الشتا غتصب كثير هاد العام ان شاء الله، خاصهم يجيبوا كراطات كبار. ولا ما يجيبوش كراطات، كون يجيبوا لينا هذوك صحابات روتيني اليومي. واش كيديروا الجفاف؟ واه عزيز عليهم الجفاف، اعطي ما كولونات قري ورجع على رجع اللور. وما يجيبوش لنا دوك المغنيين اللي جابوا ديك المره، يجيبوا لنا الصناجي وستاتي راه داروا واحد ديسك ديال الراب دابا، والله الا تبارك الله واحد ديسك ما فيه ما يتسمع. الزبله الثانيه اعزائي المستمعين هي اللي دارت الكوكب اللي حدانا هك، كوكب ديال الكابرانات. نادو سيدي طلقوا علينا لي باج ديالهم كيطنزوا على الاستقبال الملكي اللي دار المنتخب. واسمع الكلام دابا حيت عندنا الكار كيدوز وحده واحد القنطره حداها مسرح وبرج ومساحات خضراء وبتيرانات ديال القرب والواد وداكشي. يا سلام نادو قالك هادشي ما كاينش في المغرب، هادشي مصورينو في قطر عاد مورينو لينا حنا درك تدد. وترى الخيال عندو ما دوفات الهنود اللي مشرق البروديكسيون هادي تيهضروا عليها بشكل. الا حنا بغينا نمشيو نصوروا في قطر نصوروا على برج ومسرح، راه قطر فيها العجب اللي الظفر ديالو ما كاينش عندكم نتوما تما. ساخط الوالدين وبارك سيدي كيقارنوا استقبال الملكي ديالنا حنا مع الاستقبال اللي دار تبو النهار ديو كاس العرام. الناس عارضين اليوم القصار وداك الشيء عائلي وروينا والوالدين تا هما والعائلات وداك الشيء في تيسير الله. واحد عارض عليهم الابارتمان جلسوا مع الجدادر وحاط لهم القطعه، ولكن كيضربوا في كاوكا وكا كد اللعابه كيبانوا بحال القروده ديال الازرق. وداك بلايلي مسكين كيضرب في الزريعه بيضه تحلف عليه الا هامستر مربيه تبون.
الزبلة الثالثة أعزائي المستمعين هي اللي داروا شي وحدين خدامين في واحد الجزائرية في هذا الكوكب اللي حدانا ديال الجزائر. قالك أسيدي قابلوا الطيارة اللي جايبة المنتخب من قطر هاكو حادينة جات حدا الجزائر ويديرها هاكو دارت. شوف واش عرفنا حنا تطريقهم مبقيناش باغينا ما باغينكم حتى شي حاجة عندها علاقة بالسما ديالكم مبغيناش ندوزو فوق منا وحادينا يا خويا. ناض هو يحط ليهم تصويرة الخريطة كاملة وراسم ليهم الطريق من داز الطيارة وبركي عير قال ليهم حق الطيارة اللي جايبها المنتخب تتفادى السماء الجزائرية. هو يحط ليهم الخريطة المغرب كاملة ما فيهاش الخط كيف ما في الواقع. ناضو جراو عليه شتي الحادية فين تتخرج كون ديتيها في شغلك حسن لك متقابل المغرب. انا كيجيوني الجزائر كوني ذكروا الله قد ما كيذكروا المغرب كره يدخلوا كاملين الجنه.